السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه ال 12 من بي تريبل ام بي، ولسه في تاني ام مولز. في الحلقه اللي فاتت عرفنا ايه هي فكره عمل القوالب وايه هي فكره حقن البلاستيك. النهارده هنتكلم عن اساسيات تكوين الاسطمبه، واول نوع في اسطمبات الحقن وهو ستاندرد مولد او تو بليت مولد، قالب ثنائي الباليتا. ولما بنتكلم عن اساسيات تكوين الستاندرد مولد يبقى كاننا بنتكلم على اساسيات تكوين اي قالب تاني، لان في اسطمبات الحقن الاساسيات بتبقى واحده وبعد كده بيضاف بعض التفاصيل للتشكيلات الخاصة. يعني النهاردة الاساس اللي هنبني عليه الحلقات اللي جاية مع الانواع التانية. اولا لما تسمع كلمة ستاندرد مولد تعرف على طول ان المنتج بسيط ومفهوش اي تشكيلات جانبية، كل تشكيله لما تحطه قدامك كده بيبقى ما بين فوق وتحت، مفهوش اي فتحات جانبية، مفهوش اي نقش جانبي وهكذا، زي طبق الاكل او الصينية مثلا. فدي اشكال بسيطة، ولو بصيت لها في وضعها الطبيعي هتلاقي التشكيل بتاعها مقسوم على نصين فوق وتحت، مفهاش اي تشكيل جانبي او فتحات من الجنب. لو خدنا مثلا شكل زي الطبق ده كمثال نوضح عليه، وقلنا ان احنا هنعمل منه اسطمبة 2 عين، يعني كل كبسة من الاسطمبة تطلع لنا منتجين. هنلاقي المنتج في النص باللون الاصفر، والرانر اهو من الجنب وهو مكان دخول الخامة من الاسطمبة للمنتج، واللي في النص ده اسمه السبرو وهو المسؤول عن دخول الخامة من المكنة للاسطمبة. يبقى انا عندي السبرو وهو المصب اللي بتنتقل منه الخامة من المكنة للاسطمبة، وعندي الرانر اللي بتنتقل منه الخامة من الاسطمبة للمنتج. بعد كده عندي الاسطمبة بتتقسم نصين غير متساويين، نص بيبقى في الفك الثابت وبنسميه النص بتاع النتاية او الكافيتي او الفيميل، ونص بيبقى راكب في الفك المتحرك بتاع المكنة وبنسميه النص بتاع الذكر او الكور او الميل. لو بصينا على النص بتاع الكافيتي او النتاية هنلاقي ان اول باليتة بعد التشكيل هي باليتة النتاية او الكافيتي بليت، ودي اللي بيبقى فيها نص تشكيل المنتج، وعادة ده بيبقى النص اللي ظاهر او النص الخارجي للمنتج. بعد كده بتيجي باليتة الرباط او الكلامبينج بليت، ودي اللي بتبقى مسؤولة عن رباط الاسطمبة في المكنة عن طريق الفتحات الجانبية. في النص بيبقى فيه حاجة اسمها السبرو او فونية الاسطمبة، ودي اللي بيبقى من خلالها بتنتقل الخامة من المكنة للاسطمبة. طبعا دوائر الزرقاء دي بتمثل خطوط التبريد في الاسطمبة. ولو بصينا على النص بتاع الذكر او الكور هنلاقي اول باليتة بعد التشكيل من ناحية الذكر هي باليتة الذكر او الكور بليت، ودي عادة اللي بيبقى فيها التشكيل الداخلي للمنتج. ويجي بعديها باليتة الحماية او السبورت بليت، ويجي بعديها السبورت بلوك او الركائز، ودي اللي بيرتكز عليها النص بتاع الذكر عشان تدي المساحة اللي تتحرك فيها باليتة الدفاعات لطرد المنتج من الاسطمبة عن طريق الدفاعات وبداية دورة جديدة. في النهاية تيجي البوتوم كلامبينج بليت او باليتة الرباط اللي خاصة بالنص بتاع الذكر، ودي اللي مسؤولة عن ربط النص بتاع الذكر في الفك المتحرك للمكنة عن طريق الفتحات الجانبية برضو. الخط الفاصل ما بين الذكر والنتاية او الكور والكافيتي ده بنسميه البارتنج لاين، وده بيبان خط جانبي في اي منتج بلاستيك. لو بصينا على مجموعة التشكيل بتاعت الذكر والنتاية او الكور والكافيتي هنلاقي الجزء اللي معمول باللون الرمادي لقمة منفصلة عن بقية الباليتة، ودي اللي بيبقى فيها التشكيل. في بعض الاسطمبات بتتعمل حتة واحدة من غير اللقمة دي، بتبقى الباليتة كلها حتة واحدة وبعضها بيبقى لقمة، وده اللي بيفرق ما بين سعر اسطمبة والتانية. ميزتها ايه؟ ميزتها ان انت بعد فترة لو حصل تآكل او العمر الافتراضي بتاعها خلص، في الحالة دي بتقدر تغيرها كقطعة غيار، تشيلها وتركب لقمة تانية وتديك عمر افتراضي تاني للقالب. وساعات كمان بتتعمل عشان توفير سعر الاسطمبة، بتبقى الاسطمبة كلها مثلا من خامات في المستوى الخامس او الرابع، وتبقى اللقمة دي في المستوى الاول او التاني. وعشان تعرف الفرق بين مستويات الاسطمبات راجع اول حلقة في مجموعة المولز وهتلاقي اللينك الحلقات في البوست. ومن هنا كمان بيجي الفرق في الاسعار في القوالب، لان مش بس الفرق بيبقى في خامة الاسطمبة، كمان في طريقة التشغيل، ان انت تعملها حتة واحدة اكيد اوفر من ان انت تعملها لقم، ولكن بتديك عمر افتراضي اطول بكتير. وعشان كده لما تيجي تتعاقد على اسطمبة جديدة لازم تعرف التفاصيل دي، وكل واحد بيديك سعر الاسطمبة لازم يقولك التفاصيل دي، هو اداك السعر ده بناء على ايه، نوع الخامة وطريقة التصنيع. ولو بصينا على فيديو مع بعض يوضح فكرة الستاندرد مولد وعملية الحقن هنلاقي منتج زي ده شكله بسيط، حتى التشكيل اللي فيه بيتقسم على نصين، بمعنى ان مفهوش تشكيلات جانبية، حتى الفتحات اللي فيه فتحات رأسية نقدر نقسمها ما بين نصين الذكر والنتاية الكور والكافيتي. وادي الاسطمبة بعد ما ركبت على المكنة مقسومة على نصين، نص في الفك الثابت اللي هو الكافيتي النتاية، ونص في الفك المتحرك اللي هو الكور او الذكر. ولو بصينا بمقطع جانبي للاسطمبة اثناء عملية الحقن
هنلاقي خطوط التبريد اهي في الذكر والنتاية، والتشكيل مقسوم ما بين الذكر والنتاية، والفراغ اللي ما بين الاتنين هو اللي هيملأ الخامة ويطلع معايا المنتج بتاعي. طبعا اول حاجة دخول الخامة من المكنة للاسطمبة عن طريق السبرو او المصب، وفي الحالة دي عشان هو عين واحدة بس او one cavity فالمصب بيدخل على المنتج على طول في منتصف المنتج، لكن طبعا لو انا عندي 2 كافيتي او 2 عين فالمصاب بينزل في النص وبعد كده يدخل في فرع لكل منتج لوحده. وبعد عملية الحقن بيتم التحضير للحقنة اللي بعديها، وفي الاثناء بيكون هو زمن التبريد للمنتج. بعد كده الاسطمبة تفتح والدفعات تطرد المنتج عشان يخرج من الاسطمبة وبداية دورة جديدة. طبعا ده شكل مبسط للاسطمبة ما فيهاش كل التفاصيل اللي اتكلمنا عليها، وده عشان نوضح بس فكرة عمل الاسطمبة. وبكده نكون خدنا فكرة سريعة عن اساسيات تكوين القالب وعن الستاندرد مولد، ومن الحلقة الجاية ان شاء الله هندخل في تفاصيل بقية انواع قوالب الحقن. نشوفكم الحلقة الجاية، سلام عليكم.